الأخبار اللي لفتت النظر النهارده طبعا الحكم اللي حكمته محكمة جناح مستأنف شمال القاهرة برئاسة المستشار إسلام أبو النصر بقبول الاستشكال المقدم من الإعلامي توفيق عكاشة. قضت أيضا بوقف تنفيذ الحكم الصادر بحبسه 6 أشهر وتغريمه 20,000 جنيه بتهمة سب وقذف طليقته الإعلامية رضا الكرداوي لحين الفصل في الطعن. طبعا معانا مين يا جماعة؟ المستشار مرتضى منصور محامي الإعلامي توفيق عكاشة. سيادة المستشار مساء الخير. خير يا استاذ رامي. مساء الخير يا استاذ عمرو. اهلا وسهلا يا فندم. انا بس قبل ما تسالني في اي حاجه اماليه سؤال. اتفضل. ازاي بتاع المركب العملاق ده مشي في الطشت اللي قالوا ولا مش عارف ازاي الترعه بتاع قناه السويس؟ لا ما هو ما حضرتك عارف سيادة المستشار الطشت كان كبير لان كان فيه فيل بيستحمى فيه. العملاقه دي ازاي ازاي الفيل يا عيال يا بتوع المكملين وعندكم ما كملتوا ازاي الفيل بيعدي من خرم الابره؟ حاجه غير طبيعيه. ده ناس مش ايه ده؟ شوف يعني تقريبا انا متابع التقرير وطبعا لا انا كنت موجود يوم اللي انتوا قابلتكم يوم الافتتاح هناك. مظبوط. شيء مشرف. نفسي اعرف ازاي المراكب العملاقه دي او الناقلات العملاقه دي بتمشي في ترعه. مش بيقول لك لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله؟ طبيعيه بصراحه. يعني نادي يعني دول اعمى البصر والبصيره. ده رقم واحد. اتنين، انا برضو شفت في عندك في خبر بتاع البنت اللي بتستعمل في تجاره المخدرات في اللي بتوزع المناديل في ميدان الجيزه تقريبا. ايوه صحيح. انا عايز اقول انه لو الرئيس السيسي هتكون معانا، هتكون معانا يا سياده المستشار البنت نفسها دلوقتي. نعم. هتكون معانا، انا استضيفها في الاستوديو. عايز اقول انه الرئيس السيسي لو نجح في حل مشكله اطفال الشوارع دول انا بعتبر ده زي قناه السويس بالظبط. صحيح. لان دول ولادنا ودول ضحايا مجتمع، ضحايا اب وام ما عندهمش ضمير. شوف حضرتك تقول السيده والسيئه السمعه اللي انت قلت عليها دي انها تستخدم طفله زي دي زي بالظبط انا اسف يعني في التشبيه زي اللي استخدم ابنه في ماتش هو عنده 12 سنه بيلعب ناس عندها 30 و35 سنه كان ممكن يجي له. لا دي يعني دي منطقه ثانيه يا سياده المستشار. خلينا اهلاوي مين فيكم زملكاوي؟ خلينا في موضوعنا بقى. اهلاوي مين زملكاوي؟ ما انت عارف يا سياده المستشار. هنيجي للمنطقه دي كمان دقيقتين. اللي لابس ابيض النهارده.